السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى كلشي يكون مزيان، كلشي يكون احسن حال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا، راسوني طلعت الباديه غنصوركم شي فلوق ان شاء الله. انا غنتغدى ونخرج. المهم اللي اول مره كيشوفنا هو دابا يتابونا، عمل الجرس باش توصلوا جديد، عمل لايك لهذا الفيديو هذا وتفرج الفيديو. تبارك الله عليكم، تحياتي للناس اللي كدعمنا، تحياتي للناس الانستغرام اللي متبعانا تما. تبارك الله عليكم الخوت. اللي ما عندوش الانستغرام ديالي عزيز طنجاوي الفلوكس، بحال القناه بحال سميه القناه. تبارك الله عليكم، خليكم هذا الفيديو هذا. ما عرفتش من جهه نشبر، ولكن نحاول نصوركم شي حاجه. هاد خوتي ما تمشيو فين، خليكم هادي. سمعوا سمعوا خوتي، واحد الشرو غنهضروا دابا. سمع انا هضر، عصبت. ما كتشوفوا الغليمه حتى هو ما كيرعى با غليمه مميزه سبحان الله. يا اخرين فين هما الحميار؟ ها شوفوا، شوفوا شي واحد براني كيتجمع. خويا الحمار، اش تينا حمار؟ علاش اش تينا حمار؟ ها ماشي اجي نسلم عليك. ماشي 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 سنا الحمار ياك وباك البغا ليك. الحمار مزيون، شوف اللي رابطين هنا ملول. شوف هادي الخوت عندها ولده، شوف 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 الام شني كتعمل على ولده. شوف 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 مسكين مزيون. شو شو كنبغي نشبرو. شو الخط الغروب؟ ها هو فين هو؟ ها شو دوا الغروب هنا؟ التشميشة هادي هي الحومة اللي فيها حنايا. ها هي فين دار الشاوية؟ هاي شو فيها الداخلي بالعالم. المهم الخوت خرجنا نصوروكم شي فلوق. حشمين معاكم، ما جبرنا الشمس هبطت سلا سطاح، خليو تنغداو السلام غادي نكملوكم هذا الفيديو هذا. ما جبرنا متصور والله. معنا خونا هو نسيب، تنغدا ان شاء الله نصور نكملوكم هذا الفلوق. نحاولوا نطلعوا للغابه نصوروكم شي لعيبه. هذه هي الباديه ماشي بحال طنجه، يعني ما فيهاش شي فيها شي مثلا بزاف د البلايص باش تمشي زعما قاصد تصور، تخرج في يد الله وصافي. واش الخوت صباح الخير عليكم، صباح منور مبوقس 5 5. المهم شي حاجه سوبر شميشه طبيعه هي هادي، جبرتوني باقي في الباديه. هاد الصباح هذا الخوت غنكمل لكم هذا الفلوق دبارح ان شاء الله بحول الله. كنتمنى يعجبكم، غنصوروا شي حاجه الطبيعه هنايا، الطبيعه ديال الله. غنطلعوا للغابه كنتسناو واحد جوج العواول يجيون عندي باش يوريوني في كينا. غنطلعوا نشوفوا بوخنو وخنو ونصوركم تما شي حاجه. ما كاينش اللي ما كيعرفش هاد الاكله هادي مزيونه بزاف، غنطلعوا نغامروا عليها في الغابه. يلا خليكم معنا. المهم الخوت جبرتونا طالعين دابا
دينا الطريق هاي الغابة هنا يا تشوف. الحومة نتا حيت لا شتوها شتوها هاي شوف اصلا نطلعو الخوت تن هنا فين فين هنا هنا كاين ديك الحجيرات تما غنجبرو ديك شتو هنا ما كتشوفو الحومة هاهي فين هي هاي شتو هادي هي الحومة جينا من تما جينا هايدا عرفتي هي الغابة شوف الحالة ديالي كيفاش رجعت شوف 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 يا الله باش نصور لكم فيديو شوف الطريق كيفاش عامل شوف هيدا يا ها انت شوف شوف ها انت شوف فين شتي هذيك الفوق يعني راهي كتبقى خاضرة اها وهادي ديال طلعوا لي لا ايدا ما نعرفش ها انت شوف شوف إلا عفاسي دم معز وذك كلاب هنا لقد وصلنا الخوت هو فين هو هذا هو الشجر ديالو هو فين هو هذوك يرجعوا ديك وحده فيها ها هي هادو بقى نخاضر هنا هادو سي واحد المعاناه ضربنا نوريكم ما يطلعنا بلاتي شو هاد الغابه كامله من هنا قطعنا فيها هاي شوف معانا صار عرقا ده شو شو اكبر مغامرة هي الغابة كما كتشوفوا الخوت هو فين هو ديال الله وكل شيء هي ديال الله انا شو على مغامرة شوف شوف باش نصور لكم الفيديو شوف اهلا تسهل راس راه في العنق ديالكم شتي شوفوا الخوت اعلى جبل وهدا شوف طلعت من راس الجبل شوف باقي الجبل عالي من فوق انا كنساليوكم معانا قضية انا جواع الصراحة كتشوفوا الاخوان هنايا قليل الصراحة هاو فين هو قليل هنايا حيت كيقطعوه الناس هاو باقي خطر هنا شوف شوف دابا الخوت جمعنا شي بركة خصنا نهودو فحالنا دابا نقطعو من هنا هادا هايدا نشبرو هاد الطريق هادي هاي فين شتو هاي نشبرو هاديك باش غنخرجو راه فينا نهودو فحالنا هايدا هنا باش نديمارو نهودو عندنا الخدمة جبرتونا الخوت كنبقاش هاديك الطريق لي قلتلكم قبيلاتي حنا هوادين تنجبروها نصوركم شي باكتو تما شتي الغابة مغامقة هنايا العادة بالشديد باش هوادين فيها راه العادة شوف هيدا اخي كاين شتا الطريق هنا شوف شوف المغامرة نضربو معاكم هانتوما كاين شتا من تهود خصنا ندورو هايدا عندك الطريق اللي قلتكم هاهي عرفتي اكفاس نهار دوزتو هو اليوم شوف الخوت الحلوف خنزير بري حفار هنايا هانت هادشي طريد الصباح هادا شوف 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 الله يسر والسلام راه يكون هنا شوف هنا هادشي اليوم الله يسر ما يكونش شي نعس هنا غيكون نعس هنا يخرج لي يا اخوان شوفوا الحل باش نعمل هنا شوف 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 لك يا عندو بيكو صح شوف باش نعمل هنا شوف 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 هاد الحفافر كاملين ديالو شوف الشجر كيقلعو من الله يسر اصاحبي شوف باش نعمل هنا شوف 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 هادشي الصباح هادا شكيش كي كيخشي ديك فمو هنا يا الحمار انا هاد الدرع واش السي الحمار هانية هانية خويا اش
المهم الخوت، من بعد ما غمرنا في ديك الغويبه باش قطعنا ديك الشيء، كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال على الاعجاب ديالكم. ومن اي حاجه كنخلقوا تصوير في مكان، الشميشه تبارك الله عرق سبردينا قطعنا على هذا الشيء. المهم شكرا لكم اخوتي الدعم ديالكم، تبارك الله عليكم. كان هذا هو الفيديو، شي فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، وهذا الشيء اللي كاين صافي.